النحت حرفة يدوية فيها تعب ومشقة وتحتاج إلى صبر وتحمل، ويعني الذي يريد أن يشتغل هذه الحرفة يحتاج إلى بعض الوقت. بعضهم يستغرق 4 أشهر إلى نصف سنة، بعضهم أكثر من سنة. لا نعرف متى تاريخها، لكن هناك آثار يعني للمناجم تدل على أنها حرفة قديمة. فهناك يعني كما يقال أن هناك يعني كانت هذه الحرفة بيد أشخاص محدودين. Thank you.